بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، لدينا الكون بحقائقه المعروفة اليوم، والاكتشافات المذهلة التي نراها، والصور الحديثة التي يطلقها مرصد جيمس ويب الفضاء، وهو أكبر وأدق وأعمق مصدر للصور الكونية متاح الآن عام 2022، يظهر لنا نظاما بديعا في الكون. هذا النظام البديع في الكون يشهد على قدرة الصانع سبحانه وتعالى. الملحد ينكر أن القرآن كلام الله. طيب، عندما ننظر في هذا القرآن وننظر في الكون، إذا رأينا نفس النظام يتجلى، لابد أن يكون خالق الكون هو منزل القرآن سبحانه وتعالى. اليوم سنتأمل التوافق العددي الرائع بين الكون والقرآن. دعوني أذهب مباشرة معكم إلى موضوع هذا البحث، ونتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر الكون وذكر أجزاء الكون، الليل والنهار والشمس والقمر، بشكل عجيب جدا في القرآن، بشكل يتوافق مع النظام الكوني. هنا أيها الأحبة نقول، بما أن الله الذي خلق الكون هو الذي أنزل القرآن، لابد أن نجد تطابقا بين الكون والقرآن. فالكون هو كتاب الله المنظور، والقرآن هو كتاب الله المقروء. طبعا أنا سأعيش معكم بعض الأسرار القليلة جدا فقط ما يسمح به وقتنا اليوم أيها الأحبة، لنتأمل هذه المعجزات العظيمة. أول شيء أيها الأحبة، دعونا نذهب إلى القمر. القمر يدور حول نفسه دورة، ويدور حول الأرض. طبعا هنا لدينا رسم يبين هذا الأمر، يدور هنا حول نفسه كما نرى هكذا بهذا الاتجاه، ويدور أيضا حول الأرض هكذا أيها الأحبة. طبعا القمر يدور حول الأرض ويدور حول نفسه بنفس الاتجاه، تتم جميع الدورات باتجاه واحد من اليسار باتجاه اليمين. طبعا هذا الدوران من الصعب أن نقتنع أنه جاء عشوائيا هكذا، هذا التوافق، بحيث أننا دائما نرى الوجه نفسه، الوجه المظلم لا نراه، على الرغم من أن القمر يدور حول نفسه وحول الأرض، ولكن سبحان الله نسبة دوران الأرض حول نفسه، المدة التي يستغرقها دورة كاملة، إلى نسبة دوران الأرض حول دوران القمر حول الأرض، هذه النسبة دقيقة جدا، بحيث تظهر لنا جانب واحد من القمر هو الجانب المشرق، الجانب المظلم لا نرى. طيب الآن أيها الأحبة، إذا خرجنا في ليلة مقمرة وتأملنا القمر وقلنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهنا أحب أن أنبه أحبتي في الله، كلما نظرت إلى شيء مبهر في السماء يجب أن تقرأ هذه الآية. النبي كان يفعل ذلك، كان يقوم من الليل فيتأمل النجوم ويقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طبعا إذا قمنا بتصوير هذا القمر بكاميرا حديثة في اليوم التالي، سوف نجد أن القمر أخذ وضعية مختلفة، في اليوم الثالث أيضا له وضع مختلف، وهكذا يختلف حجمه، الحجم المرئي منه، وبعده عن النقطة التي نرصد منها، وارتفاع القمر بالنسبة للنقطة التي نرصد منها. إذن القمر له ما يسمى بالمنازل. في الشهر الثاني نرى أرقام مختلفة لن تتطابق مع الصورة التي التقطناها أول مرة. وهنا نتذكر قول الله تعالى، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. إذن
الشمس ضياء. الشمس ضياء، لماذا؟ لماذا لم يقل الشمس نورا والقمر ضياء؟ والقمر نورا. انتبهوا أحبتي في الله، الضياء تعطيك فكرة عن مصدر الضوء، المصدر الضوء، الشمس هي مصدر للضوء، بينما القمر هو يعكس النور، هو نور، هو لا يولد الضوء، لذلك وصف القمر بأنه نور بينما الشمس ضياء. وفي آية أخرى الشمس وصفت بالسراج، والسراج يحتاج إلى وقود طبعا. القمر لم يوصف بالسراج، كان من الممكن لو أن القرآن من تأليف بشر في ذلك الزمن لم يكن لديهم هذه المعرفة. نجد أن القرآن دقيق، دائما الشمس توصف بأنها سراج، بأنها ضياء، وهكذا، بينما القمر دائما يوصف بأنه نور أو منير، لا يستخدم لفظ الضياء مع القمر. سبحان الله، هذه دقة قرآنية يجب أن نتفكر فيها. ثم قال تعالى وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن منازل القمر هذه والوضعيات مختلفة يجب أن تعيننا على عدد السنين والحساب. وبالفعل لآلاف السنين الناس يستخدمون التقويم القمري، يعرفون أيام الشهر في أوله في آخره في منتصفه من خلال منازل القمر. تصوروا أن القمر، لو أن هذا القمر يظهر بشكل البدر دائما أو بشكل هلال دائما، لا فائدة منه. إذن سخر الله لنا جسم كوني موجود فوقنا يدور حول الأرض، ونراه ونعرف بالضبط من خلال منازله، نعرف عدد السنين والحساب. سبحان الله، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. والسؤال هنا، متى تتكرر الصورة التي التقطناها أول مرة للقمر؟ لقد اكتشف العلماء أن دورة القمر تتكرر كل 19 عاما، وهذه الدورة لاحظها القدماء منذ آلاف السنين، وتسمى بالدورة النيتونية، حيث يعيد القمر ذاته أو الصورة ذاتها أو الموقع ذاته كل 19 عاما. وهنا صورة رائعة للقمر وهو في أقرب نقطة من الشمس، كما نرى هنا الشمس أيها الأحبة، هنا هذه هي الشمس وهنا القمر. سبحان الله، يعني الصورة رائعة جدا، تدعونا أن نقول صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. القمر يدور دورة حقيقية بالنسبة لنجم ثابت، يعني لو خرجنا خارج المجرة أو خارج المنظومة الشمسية أو المجموعة الشمسية وبدأنا نراقب القمر، نجد أنه يدور دورة كاملة حول الأرض كل 27 يوما تقريبا، فاصلي يعني 27 وربع أو ثلث، ولكن أقرب عدد صحيح هو 27 يوم تقريبا. طيب، هنا الدورة الحقيقية للقمر هذه مكتشفة حديثا، لم تكن معلومة قبل آلاف السنين. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام الناس كانوا يعلمون أن مدة القمر إما 29 يوم الشهر القمري يعني أو 30 يوما، 29 أو 30، هو بالضبط 29 ونصف يوم ظاهريا. أما حقيقيا، حقيقة، لأن القمر أيها الأحبة يدور هكذا حول دعوني أعود معكم فقط للصورة، هذه الصورة، القمر يدور حول نفسه وبنفس الوقت يعني يدور هكذا هكذا ويتحرك هكذا، وبالتالي نحن على الأرض يظهر لنا الشهر 29 يوم ونصف، ولكن هو 27 يوم وربع تقريبا أو ثلث، هو ليس 29. اليومين هما فرق دوران الأرض حول القمر، لأنه يدور حول نفسه هكذا ويمشي هكذا حول الأرض، وبالتالي لدينا فرق يومين. فالدورة الحقيقية يعني إذا خرجنا خارج الأرض، نحن على الأرض نراه 29 يوم ونصف، نرى القمر يدور دورة كاملة خلال
29 يوم ونصف. بينما إذا خرجنا من الخارج وأردنا أن نعرف الحقيقة، الدورة الحقيقية للقمر هي 27 يوم تقريبا. طيب كلمة قمر في القرآن كم مرة وردت؟ 27 مرة. طيب بالله عليكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان متقصد أن يضع هذه الحقيقة في القرآن؟ كان ممكن أن يتكرر القمر 10 مرات أو 50 مرة. لماذا هذا الرقم بالذات؟ يدل على أن الذي خلق القمر واختار له أن يدور دورة كاملة حول الأرض كل 27 يوم، وهذه الدورة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها. طبعا الله علمه علوم الأولين والآخرين، ولكن ثقافة ذلك العصر، نحن نتحدث عن ثقافة القرن السابع الميلادي حيث بعث النبي عليه الصلاة والسلام، ثقافة في ذلك العصر لم يكن أحد يعلم شيئا عن العدد 27، ولكن القرآن ذكر القمر 27 مرة ليقول لك إن الذي كرر القمر في القرآن 27 مرة هو الذي خلقه واختار له هذه الأيام ليدور فيها. وكلمة أيام 27 مرة ذكرت في القرآن أيضا، هذه أيضا يعني الأيام بالجمع طبعا ذكرت 27 مرة بعدد أيام القمر. طبعا هنا أيها الأحبة، كما قلت لكم، القمر يستغرق ليدور دورة كاملة حول الأرض ظاهريا بالنسبة لمراقب يقف على الأرض 29.53 يوما، وهذه المدة غير حقيقية لأنها تتأثر بدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس. الأرض تتم دورة كاملة حول الشمس كل 365 يوم وفاصل 2422، يعني تقريبا 365 يوم. السنة الشمسية هي 365 يوم تقريبا، لذلك نجد كلمة يوم بالمفرد، يوم اليوم، يوما بالمفرد يعني، تتكرر 365 مرة في القرآن. قلنا أيام 27 مرة بعدد أيام القمر، يومئذ لها نظام آخر، يومكم إلى آخره، ولكن كلمة يوم فقط، يوم يوم بالمفرد يعني يوم اليوم فاليوم يوما، هذه تكررت في القرآن بعدد أيام السنة 365 مرة. طبعا لو تأملنا دوران الإلكترونات في الذرة نجد أنها تدور من اليسار باتجاه اليمين بنفس اتجاه دوران الشمس والقمر هكذا، يعني هذا النظام أيها الأحبة من اليسار إلى اليمين هكذا، يعني نظام كوني موجود في الذرات، موجود في المجموعة الشمسية، موجود في النجوم، ونحن أثناء الطواف ندور هكذا أيضا باتجاه اليسار هكذا، نفس اتجاه الطواف، وكأن الله يريدك أيها الإنسان أن تتوافق في طوافك حول البيت العتيق مع النظام الكوني، لأن خالق الكون هو منزل القرآن، وهو خالق البيت العتيق، وهو يعني أراد لنا أن نكون منسجمين مع هذا النظام الكوني. طبعا هنا أيها الأحبة، هذه الحقيقة المكتشفة حديثا تكشف لنا سر طواف المؤمن حول الكعبة، إذ أن اتجاه الطواف هو نفس اتجاه حركة الأجسام الكونية. طبعا هنا أستحضر معكم آية: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إذن كل شيء يسبح، النجوم، المجرات، الذرة، كل شيء. فأنت أيها الإنسان سبح أيضا كما يسبح الكون بحمد الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا صورة تظهر اتجاه الدوران هكذا حول هكذا أيها الأحبة، نفس اتجاه دوران النجوم في هذا الاتجاه. طبعا دورة الشمس، هناك نظام في الشمس يتكرر كل 11 سنة وتسمى دورة الشمس سولار سايكل، ونستطيع أن نرى اليوم نشاطات إشعاعية ومغناطيسية في الشمس. هذه النشاطات تتغير باستمرار ولكنها تتكرر وسطيا يعني كل 11 سنة. طبعا إذن هنا أيها الأحبة، في هذا الرسم
تم رصد 27 دورة للشمس خلال 297 عاما بمعدل 11 دورة كل عام، 11 عاما لكل دورة. وهذه هنا نهايات النشاط الشمسي، هنا كيف تتكرر كما نلاحظ أمامنا، هذا الشكل طبعا، هذا هو الشكل. وهذه كل واحدة سنة، هنا نجد أن هناك دورة تتكرر كل 11 سنة تقريبا. طيب، إذا تتبعنا آيات القرآن نلاحظ أن كلمة الشمس تأتي دائما أو غالبا قبل القمر. يعني مثلا الله يقول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. إذن غالبا هنا أظن أنه ليس دائما، هذه القضية تحتاج لتأكد، ولكن غالبا يعني بنسبة مثلا أكثر من 90% الآيات تأتي الشمس ثم القمر، وسخر الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وهكذا. يمكننا أن نستنتج أن الله قدم ذكر الشمس على ذكر القمر لأن الشمس هي الأصل، يعني هي التي تبث الضوء، القمر يعكس. والشمس في إحدى النظريات العلمية هي أصل الأرض وأصل القمر أيضا، فذكر الله الشمس أولا ثم القمر لأنها هي الأصل. الشيء الذي يلفت الانتباه أيها الأحبة أن كلمة الشمس تتكرر في القرآن أكثر من كلمة القمر، فالشمس تكررت 33 مرة، وذكر القمر ورد 27 مرة أقل. وهذه لمحة إعجازية رقمية تناسب ترتيب كلمات القرآن، يعني الله يراعي ترتيب الكلمات، يعني الشمس تتكرر أكثر قدمها وهي الأصل طبعا. طبعا الحكمة سنكتشفها بعد قليل. يقول العلماء إن الفاء الشمس تجتمع مع القمر في نفس الوضعية كل 19 سنة، نفس الموقع. يعني كما قلنا، إذا أخذنا صورة للشمس والقمر والأرض وهذه الوضعية نجد أنها تتكرر كل 19 سنة. نجد طبعا هنا إذا وضعية الشمس والقمر يجتمعان في وضعية كونية واحدة كل 19 سنة، هذا في الكون. طيب ماذا عن القرآن؟ في القرآن أن الشمس والقمر اجتمعا في 19 موضع نفس العدد، سبحان الله. يعني عبارة الشمس والقمر تكررت في القرآن كله 19 مرة. ويمكن طبعا خلال برنامج إحصاء القرآن تأكد من هذه الحقيقة. نعلم من الحقائق الكونية أيضا أن الليل هو الأساس وهو الأصل، فالكون كان في أساسه ظلام ثم خلق الضوء بعد ذلك، الفوتونات الضوئية. مر الكون بعصر الظلمات، استمر ملايين السنين، ربما مئات ملايين السنين، ثم بدأ النور بالظهور. لذلك هنا أيها الأحبة نجد أن كلمة الليل غالبا ما تسبق كلمة النهار، مثلا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. إذن الليل ثم النهار، الشمس ثم القمر. طيب دعونا نتأمل كلمة الليل كم مرة وردت في القرآن وكلمة النهار. نجد أن الليل أيضا تكرر أكثر من النهار، الليل 92 مرة والنهار 57 مرة، سبحان الله. يعني القرآن يراعي ترتيب التكرار، يعني الليل ذكر أكثر فنجده يسبق النهار، والليل هو الأصل كما قلنا، الشمس هي أصل المجموعة الشمسية، فذكرها الله أولا ثم ذكر القمر، وكرر الشمس أكثر من القمر. طيب طبعا هنا الليل ذكر 92 مرة في القرآن، وسورة الليل رقمها 92، يعني هذه أيضا من اللطائف العددية أن سورة الليل رقمها 92 والليل ذكر في القرآن كله 92 مرة. لا أدري هل يعني أحد يقول هذه مصادفة. طيب هنا نرى أيها الأحبة منطقة الليل هنا وهنا النهار، ونرى أن الأرض محاطة بالليل والليل هو الأصل. هنا إذن أيها الأحبة الله تعالى يقول: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. لاحظوا أولا الليل هنا
ثم النهار ثم الشمس ثم القمر. هذا الترتيب الشائع في القرآن. يعني لماذا؟ انظروا، العمل الذي قمت به أنني بحثت عن تكرار هذه الكلمات، فوجدت أن الليل ذكر 92 مرة، النهار ذكر 57 مرة، الشمس ذكرت 33 مرة، القمر 27 مرة. لاحظ أخي الحبيب، لاحظ كيف أن الله رتب هذه الكلمات ترتيب تنازلي. الليل هي الكلمة الأكثر تكرارا 92 مرة، ثم النهار 57، ثم الشمس 33، ثم القمر 27. يعني هذا الترتيب يعني لا أتصور أنه جاء بالمصادفة أو عبثا. لماذا؟ لأن مجموع هذه الأرقام سيعطيني الدلالة الآن. طيب، نلاحظ التدرج من الأكبر فالأصغر. لاحظوا أيها الأحبة، 92، 57، 33، 27. طيب، اجتماع كوني وقرآني. بما أن الله هو الذي خلق الكون لابد أن نجد تناسق، وقلنا إن الوضعية دورة القمر 19 سنة ودورة الشمس 11 سنة. سنجد هذين الرقمين الآن أيها الأحبة. طبعا هنا القمر يكرر نفسه كل 19 سنة والشمس كل 11 سنة. طيب، بعبارة أخرى يمكننا أن نستنتج أن الوضع الكوني الخاص بالشمس والقمر والليل والنهار يتكرر كل 19 ضرب 11 سنة، أي كل 209 سنوات. هنا نرى أن الشمس تمثل العدد 11، دورة الشمس، ودورة القمر 19. الشمس والقمر يتم كل منهما دورة، يعني يتفقان مع بعض في نفس الدورة كل 19 ضرب 11 سنة، أي كل 209 سنوات. العجيب أيها الأحبة أن تكرار الليل والنهار والشمس والقمر هنا هو 92 زائد 57 زائد 33 زائد 27 يساوي 209. ماذا يساوي 209؟ هو 19 ضرب 11، هو دورة الشمس في دورة القمر. سبحان الله، يعني هذه قضية دقيقة جدا أيها الأحبة. إذن العدد 209 يساوي 19 ضرب 11، وكأننا نقول إن اجتماع الليل والنهار والشمس والقمر يتم كل 209 سنوات، وتتكرر هذه الكلمات الأربع في القرآن 209 مرات، مجموع تكرارها. طيب، يعني هذا توافق عجيب بين الليل والنهار والشمس والقمر وبين تكرار هذه الكلمات في القرآن. طيب، هنا أيها الأحبة، طبعا هنا يعني نتحدث عن وجه الإعجاز بسرعة. أولا، الليل يأتي قبل النهار، وكلمة ليل تتكرر أكثر من النهار. ثانيا، الشمس تأتي قبل القمر، وكلمة الشمس تتكرر أكثر من كلمة القمر. الكلمات ليل والنهار والشمس والقمر تأتي على هذا النحو، هذا الترتيب. ونرى أن الليل هو الأكثر سيطرة على الكون، لأنه يشكل 99% تقريبا من الكون مظلم، وواحد بالمئة يمثل الضوء أو النور أو النهار. طبعا هنا أيها الأحبة، الليل قلنا هو الأكثر تكرارا، تليه كلمة نهار ثم الشمس ثم القمر. وأيضا أخيرا هنا، دورة الشمس 11 سنة، دورة النهار القمر 19 سنة، ومضروب هذين الرقمين 19 في 11 يعطينا عدد مرات ذكر الليل والنهار والشمس والقمر، وهنا المصادفة غير موجودة. وهذا البحث يشهد على أن الله هو الذي خلق الكون وهو الذي أنزل القرآن، نفس الإله سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.